السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ناسي اسم جمعية ذاكرة اليتيم والمحتاج. نهار انا شتواريم غنق نهار ختان جماعي. فاح مارا يحجاني مزيانا نختن حسب شان 50 واحد وقيمنا نخ 20 دي زيو كلشي 70 طفل ومرة فاح العائلة نسن قاسن الدوان قاسن الأكل مش تواري وتمني الجمعية مرة إن شاء الله تحد نتق مرة إن شاء الله قطوري بك الكورونا يا ويجيبوا الخدمات ويجي وغاس شان مساكين مرة تشي تغن كان كاع عايشين تبارك الله وسند 70 واحد والفاح لم يدس نقيق زعما الحمد لله نقاسن مرض الفقراء استهجن ضربوا ساكين مرة ونتمنى ان شاء الله كل الموسم نتقمنايا كل ست شهور على الاقل نتقمنايا ونتمنى المرا المحسنين نتشكى المحسنين كاين خي عاونان ونتمنى المحسنين اذا عاونان باش نتقم مبادره تبدا ان شاء الله يا ربي امين وشكرا الاخوات وتشكى الاخوات مرا ويلي يعاونن مرا المحسنين ويعاونن تشكى رزي المغرب ولا خارج المغرب ان شاء الله ونتشكى نظر سيتي يديوسين يساهم كي ذنخ مسكين خاص يحفظها ربي ان شاء الله شكا دكتور مفيد اذا سنيكين 50 واحد ما شاء الله عليه غادي يحفظ سي ربي انت يبدا كي ذنخ دكتور مفيد وحتى في الميلوثي كي ذس ونشكا لكم مره ان شاء الله وتمني ان شاء الله كور اما انقمانيا ان شاء الله. السلام عليكم خو مره يثما ماني ما تجيم داخل يثما ثنغ برا يثما ثنغ نهار ما شاء الله نلقى المبادره النغ بحول الله وبرحمته في زمات نقيت جميعا ان شاء الله نلقى المبادره سيسم الجمعيه الذاكره اليتيم والمحتاج الرئيسه ايناس لاله جميله حضري وما شاء الله اللهم زيد وبارك ذي المشاركه نتشكى الشكر ضم قران يجي شاك نلقى المبادره يا زي سن الدكتور ذي الفيرمليين ذي الممرضين ذي الاخوات مره سيسمعوا نسن ويجن الشكر ضم قران يناظر سيتي يدي تسان اذا نغيت عوانا دي النشر يسكوضن الميساج والميساج نسكوضي مره يثنى ثنى دي الجاليه المهاجرين اذا نغي عاونا اذا نغدي سيغ نفوس نسن سدروس تني سواطاس ويني واذا نغدي عاونا نقرص نجاكم ابريد متاح المره الاخرى نشي المبادرات ان شاء الله نتراكم اترم ثقة تامة يوذان ديت ندينت من الناظور يبوبريت من النظر يراو تجي وذان سواسية يوذان ذني ذايس الثقة التامة قال ما راهم ذي المبادرين كا ديت ندينت من الناظور والحمد لله النجاح النس نجح ونتمنى ان شاء الله هذا نغتسيغم فوس كفوس انك في زمات قطاع فوس كفوس قنتي زمات في مغارين في ريفيين تندينت الناظور ماني مجان الله يحفظكم وجزاكم الله خيرا وحفظكم الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا كنقدم تحيه ديالي للجمعيه ديال الذاكره لليتيم المحتاج بمدينه الناظور واليوم درنا هذه المبادره هذه في مدينه الناظور اللي ختنا فيها ل 70 كل شيء ل 50 هنا في مدينه الناظور و 20 في مدينه زايو وصراحه داك الشيء زوين وكيف ما كنا كنتصوروا اكثر وكنشكروا المحسنين اللي داخل وخارج ارض الوطن وكنبغي نقول لهم شكرا بزاف وكنتمناو كاع الناس يديروا بحال هذه المبادرات هذه اللي راحنا محتاجين لها حنايا في مدينه الناظور وجميع المدن وعلاش لا كاع المحسنين نديروا يد في يد وان شاء الله غادي نزيدوا القدام وان شاء الله ما يكون غير الخير وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما مشيتو انا من الاخوات تقن غداني تادي مركز الحليش نتشكري تتسخ المبادره هي يساهم كينغ يجنغ المركز النس ونتشكى جمعيه ذاكره اليتيم المحتاج نتشكى رئيسه نغ الجمعيه جميله الكندوزي نتاثي اذا نغي دعمن رخايا ان شاء الله. ما مشيت توالم توالم مني كاع 70 واحد تبارك الله هم ينختن 50 دي زيو المهم ديال النظر المهم سكوشي 70 واحد ايوا نتشكى المحسنين ان شاء الله هذا نقدع من مشيت غدع من بدات تيقن داينه الحمد لله على كل حال تسلم اني تحارس قنسن ايوا من دوم غينير شكرا. جمعيه قنشكاري تطاس المباريات نعم سيدي فك الزينق ان شاء الله تسيغي اجن كنا غير كلمه الصباح كنا غير نسارفيس مليح
زعما نشي نشكا زعما ندير تكمانايا السلطة أنايا مرة إن شاء الله تيري مليح زعما يعجبنا غير حارة الطاس وظن مرة عاوتاني يعجبسني الحار فهمت هو الحمد لله إن شاء الله تسيغي غا الزاف. السلام عليكم.